بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا حبيب الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهر الصيام به الإسلام قد فجع، وفي رزيته قلب الهدى انصدعا. شهر الصيام بكت عين السماء دما، فيه وجبريل ما بين السماء نعى. اليوم في سيف الشقي، اليوم في سيف أشقى العالمين هوى. شخص الوصي وفي محرابه صرعا. اليوم مات الهدى والدين منهدم، وفي ثياب الأسى قد بات مدرعا. اليوم في قتله الهادي وفاطمة ماتا، وعليا نزار سورها انصدعا. اليوم فلتسك بالأيتام عبرتها، ولتترك الصبر لكن تصحب الجزعا. هذا ابن ملجم قد أردى أبا حسن، أهل درى اليوم من أردى ومن صرعا. سيف أصيب به رأس الوصي لقد أصاب قلب الهدى والعلم والورع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إمام التوحيد وإمام العدل وإمام التقى وإمام العلم وإمام الورع. سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه حافلة بالصور الإنسانية الرائعة التي لا توجد في سيرة أمثاله من عموم الناس، عموم البشر. في علاقته مع الناس، بالرغم أنه هو أمام الخلق أجمعين من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يتصرف بديكتاتورية وقسوة مع الناس. من بايعه قبل بيعته، ومن لم يبايعه لم يعاقبه ولم يقتله ولم يضربه ولم يهدم داره كما فعل غيره من خلفاء الجور. نعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مالك بن نويرة وهو زعيم قبيلته، وطلبوا منه أن يدفع الزكاة إلى أبي بكر، فقال: إن الزكاة أوصاني النبي أن أدفعها إلى علي، وأنا بأمر النبي أدفع الزكاة إلى علي، لم يقل النبي ادفعها بعدي إلى أبي بكر. فوصموه بوصمة أنه ارتد وأنه مانع الزكاة، صار كافر، وأرسل خالد بن الوليد على رأس جيش لقتاله. خالد بن الوليد لم يستطع أن يقاتله وجها لوجه، وجماعة استعدوا للقتال وكانوا أبطال،
فأخذهم بالحيلة والغدر والخيانة. قال لهم: لا، نحن جئنا مسلمين، نتفاهم على الموضوع. قالوا: جيد. صار وقت الصلاة، وقفوا للصلاة، فأومى خالد إلى أصحابه أن كتفوهم وقت الصلاة، جاي يصلون. ثم ذبحوهم جميعا وهم مسلمون، لم يرتدوا ولم يكفروا بالله ولم ينكروا الزكاة، وإنما قالوا مورد الزكاة تعطى إلى علي بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هو صحابي يقول: أنا سمعت رسول الله أن يعطي زكاتنا إلى علي من بعده، فما أنكر الزكاة، فكيف يتهم بأنه كافر؟ كفر، منع الزكاة، إذن هو ارتد. وكيف يقتل بهذه الطريقة البشعة وهو يصلي؟ هل هناك كافر يصلي ولم يقاتل؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه كان في دابه: من ألقى سلاحا لم يقاتل لم يقتله. كان المسألة في واقعة الجمل حينما انتهت المعركة، وكانت أمر محمد بن أبي بكر أخو عائشة، قال: خذ أختك إلى بيت، وجاء زائرا لها بعد المعركة، فقالت له: يا قاتل الأحبة. قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت الذين في بيتك. أصحاب أمير ما كانوا يعلمون منه في البيت، جردوا سيوفهم، خشوا أنه حيلة غدر، واحد يغدر بهم. قال: لا، على رصدكم. مسألة أبسط من هذا. وكان ألد أعدائه عبد الله بن زبير الذي هو رأس الفتنة، ومروان بن الحكم، وهو أيضا من شرار خلق الله. هؤلاء كانوا، لكن لأنه ألقوا السلاح ما قتلهم. في غزوة صفين، معركة صفين، في الليل كان يقف القتال، في النهار بعد ما ينتهي النهار يقف القتال، فيصير تبادل بالتجارة، بالعلاقات، بالزيارات، الناس أمان، ما حد يقتل الثاني. أمير المؤمنين سلام الله عليه قاعد في مجلس وأصحابه معه، دخل شخصين ملثمين عليهم لثام يستمعون. تكلم أمير المؤمنين بحديثه، ثم لما انتهى قام هؤلاء الشخصين وذهبا. بعد أن ذهب التفت أمير المؤمنين إلى أصحابه، قال: عرفتم هؤلاء الاثنين دول الملثمين؟ قالوا: لا يا أمير. ما قال: كان معاوية وعمرو بن العاص، عدوه معاوية وعدوه عمرو بن العاص، كان بيده وكان ممكن أن يقتلهما، ولكنه أبى أن يفعل ذلك لأنه جاء مسالمين، ما قتلوا بالنهار، قاتلوا لو ظفر بهم نهارا يقتلهم، أما في الليل جاءوا مسالمين، إذا واحد مسالم كيف تقاتله؟ هذه سيرة أمير المؤمنين وعدله صلوات الله وسلامه عليه، ونرى سيرة غيره التي بقت بدعة سيئة تعلمها خلفاء الجور، فيصمون كل من يخالفهم بالرأي بأنه مرتد وأنه يقتل وأنه خالف ولي الأمر وإلى آخره من تهم جاهزة، وبقي هذا إلى يومنا هذا. بعد ما نرى من داعش وأمثال داعش هم على نفس هذا المنهج الذي جرى منذ البداية معوجا، وتحمل الإسلام الكثير من ذلك. على كل حال، أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى للخوارج الذين كانوا يعادونه ما كان يعترض عليهم، يقول: أنتم لكم أن تصلوا معنا ونعطيكم ما نحنكم عطاءكم ما لم ترفعوا السيف. إذا رفعتوا السيف بديتوا بالقتل، ذاك الوقت حكم آخر، أما إذا لم تقاتلوا تخالفون بالرأي ماكو مانع. حتى أنه مر أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر قضية، قال أنه إذا رأى أحدكم امرأة وأعجبته فليأتي زوجته، فإنما هي امرأة بامرأة. فقال أحد الخوارج: لله من كافر ما أفقهه. عبر عن أمير المؤمنين بهالمعنى. فأصحاب أمير المؤمنين غضبوا وجردوا السيف ليقتلوه، فأوقفهم أمير المؤمنين، قال: لا، ماكو حاجة بهالشدة، إما سب بسب أو عفو عن ذنب. وتكلم بكلمة سبنا ميخالف، إما تسبوا أو تعفون.
ولا يقتل، مع أنه كان في منتهى قوته وقدرته، وهذا الخارجي يصف أمير المؤمنين بهذا الوصف. سيرته سلام الله عليه بالعدل والإحسان بالذات في المعاملة في الأمور المالية، ونذكر الأمور المالية لما هناك من فساد كبير في كثير من الدول مع الأسف، ولا يقتدون بسيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كان هو يطعم الناس خبز البر، يعني الحنطة واللحم، وهو كان يأكل خبز الشعير خشن وقاسي، ولكن هو يأكل الشعير، لكن يطعم الناس خبز الحنطة لأنه ألين أطعم، واللحم أما هو ما كان يأكل، وكان يأخذ خبز الشعير مع الزيت أو مع الخل أو أحيانا مع الملح، هذا إدامه هو هذا، إما زيت أو خل أو ملح سلام الله عليه، كان هذا ذهبه. وكان أحيانا يتأسى برسول الله، يقول بأبي وأمي من لم يشبع في حياته 3 أيام، يعني 3 أيام متصلة، ولم يأكل خبز البر من الحنطة. ثم يقول سلام الله عليه: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز الحرير، نسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي، أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار، أو أكون إسوة لهم في جشوبة العيش سلام الله عليه. هكذا كان دابه يفكر بأضعف الناس وأفقر الناس في مجتمعه في حكومته، وهو يملك نصف العالم في ذلك الزمان سلام الله عليه. ثم يركز هذا المفهوم في أذهان الناس، التركيز والتأكيد كان ضروري، لأن الناس 25 سنة في من كان قبل تعودوا على الظلم وعلى التفرقة بالعطاء، وعلى أنه المسلمون مو متساوين، ما القريش أرقى من غيرهم، والمهاجرين الأوائل أرقى من غيرهم، ثم الأنصار، أما الموالي وغيره اللي أسلموا فيما بعد، ولا أصلا يحسبون طبقة رابعة طبقة خامسة مو بس طبقة ثانية. فهذا المعنى خلاف الإسلام وخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون كأسنان المشط، متساوون كأسنان المشط. فإذا السيرة كانت 25 سنة، كان عليه سلام الله عليه أن يرجعها إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما لهذا السبب في قضية الشورى، يعني بعد مقتل عمر وأوصى إلى 6، وقال إذا كانوا 3 مع 3 فالذين فيهم عبد الرحمن بن عوف هم يعينون الخليفة. عبد الرحمن بن عوف جاء إلى أمير المؤمنين وقال له: أبايعك على أن تسير بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. شوفوا صارت سيرة أبو بكر وعمر مساوية لسنة رسول الله ومساوية لكتاب الله، مع أنه لم يقل أحد ولا يومك هذا فقهيا لا يقول أحد بأن الشيخين معصومون من الخطأ والزلل وأن سيرتهم حجة شرعية، فقهيا لا يقول بها أحد، ولكن من ذلك الوقت جعلوا مفهوما خطأ بهذا المعنى. فرفض أمير المؤمنين، قال: لا، تبايعني على أن أسير بكتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي،
ليش سنة الشيخين؟ من أين جاء سنة الشيخين؟ أصلا هي متفاوتة سنة الشيخين. أبو بكر عرض عليه التفرقة في توزيع المال، رفض هذا المعنى، لم يفعله، لكن كان فترة حكومته سنتين. بعد ذلك جاء عمر وكما ذكرنا سابقا قسم المجتمع الإسلامي إلى 14 قسم، وأعطى زوجات النبي وبالذات عائشة الدرجة الأولى، كان 12,000 درهم قيل 14,000 درهم على اختلاف في الروايات، والباقين تنزل الأمور إلى تصل إلى 1,000 و2,000 درهم للباقين. هذه خلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمام سلام الله عليه يؤكد هذا المعنى في أقواله وفي سيرته. قال سلام الله عليه: والله لأن أبيت على حسك السعداني مسهدا. السعداني عشبة شوكها مدحرج يؤذي، مسهد يعني أرق، لأنه واحد ينام على شوك طبيعي ما يستطيع ينام، يؤذيه، فيقول لأن أنام. قضية مثل التعذيب ينيموا على المسامير بالسجون، المثل يقول على هذا الحسك اللي فيه شوك، إذا أنا أنام الليل كله وأنا ما أستطيع أن أنام أرق. أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها، يعني رجوعها، يرجع إلى البلا إلى الموت إلى القبر، ويطول في الثرى حلولها، يعني نزولها وقامتها في الثرى يطول. فيقول أن لو أعذب ذاك العذاب أحب إلي من أن أظلم أحدا من العباد. ومثل ذلك في قصتين يذكرهما التاريخ، أحدهما مع أخيه عقيل، ويقول عنه أمير المؤمنين عقيل رضوان الله تعالى عليه ما كان يطلب باطلا من أخيه، هو يعرف أمير المؤمنين ومقام أمير المؤمنين، ولا يمكن أن يعني يسرق أو يأخذ من بيت مال المسلمين ما لا حق فيه. ولكن كان عنده دين، هو قال أنا علي دين 100,000 درهم، ويريد أن واحد يفي دينه، بالنتيجة إنسان فقير محتاج اجع للخليفة يريد أن يقضي له دينه، ما كان يطلب باطلا ولا مال زيادة، لا يفهم هذا المعنى. أمير المؤمنين سلام الله قال له انتظرني حتى يأتي عطائي من بيت المال، أنا بعد عندي حصة من بيت المال سنوية. قال كم يبلغ؟ صار واحد قيل 4,000 أو 2,000، قال هذا ما يكفيني، وين أنا 100,000 أنا ديني. قال أمير المؤمنين ما عندي أكثر من هذا، مرة انطى 500 درهم، بس كان دينه كثير. ثم يصف أمير المؤمنين عقيل، يعني يؤكد هذا المعنى، يقول والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق. أملق يعني افتقر واحتاج، أخوه محتاج إجاء، مو أنه بطلان ويريد مال زيادة. ما ذلك؟ قال أنا ما أعطيك أكثر من حقك، حتى استماحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، كأنما سودت وجوههم بالعظلم. العظلم هو النبات اللي يصبغ به، ربما الوسمة اللي هي صبغ الشعر، فيقول وجوههم صارت مسودة كأنه صبغت بالعظلم. وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتعن من الأذى ولا إن من لظى. هكذا كان معاملة أمير المؤمنين ورعايته في المسائل المالية
بهذه الدقة حتى مع أخيه، بالرغم من احترامه لأخيه ومعرفته كما يصف أن أخيه كان فقيرا وأولاده كان شعث شعور غبرة الألوان، ولكن يقول بالنتيجة أنا أساوي هذا المال، مال المسلمين، أساوي المسلمين بالعطاء. عندك أنت مشكلة حلها بأي طريق آخر، ما يقدر من بيت المال أعطيك أكثر من حقك. ثم قضية أخرى للأشعث زعيم كندة. الأشعث بن قيس كان زعيم كندة، وكندة كان من العشائر الكبيرة القوية، وكان يطمع أن يرشحه أمير المؤمنين عليه السلام إلى منطقة من المناطق ليكون حاكما هناك. فأرسل وصايا جماعة يقولوا يا أمير المؤمنين هذا الأشعث وياك جماعتك. الأشعث كان مع أمير المؤمنين في صفين، كندة طبيعي كان له مواقف كبيرة في صفين، والآن يستحق نعطيه منصب مكان جاه، وما نفع. تملق إليه بالكلام ما نفع، فأراد يرشيه بهدية. يقول عنها أمير المؤمنين: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. يعني جاب لي حلاوة هدية ويعبر عنها يقول كأنها عجنت بريق الحية بالسم. ليش؟ لأنه ما جاب قربة إلى الله، جاب طمعا حتى يرشيني وأنا أعطيه منصب. فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. قال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. سهدية لما تجي الواحد بدون مناسبة، وكن يعرف أن هذه الهدية بدون مناسبة، بدون تبادل هدايا، بدون شيء، لابد لأن أن تكون رشوة، ولا هي مو هدية عادية. سهدية الإنسان عنده مولود يجيبوا له هدية للولد، مثلا منتقل بيت جديد يجيبوا له هدية بيت، أما محتاجين في قضية ويجيبوا له هدية، فهذه نوع من أنواع الرشوة حتى يأخذون من عنده ما لا يستحقون. فقال: لا، هدية. فقال عليه السلام: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ تريد لي تقشمرني حتى أنا أعطيك وأخالف ديني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة؟ أنت مخبل عاقل تعبيرنا أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، أقاليم السبع سماوات كلها بما تحتها، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العاقل وقبح الزلل وبه نستعين. هكذا كان أمير المؤمنين يقول له: تعطى الدنيا كلها، تعطى مو يظلم إنسان، نملة يظلمها، يأخذها جلب شعيرة، ما قشر الشعير في فم نملة، يقول هذا ظلما أخذ من عده أنا ما فعلته، هكذا ظلم. هذه سيرة إمام العادل، إمام التقى، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هل تحمل الناس هذا العهد؟ لم يتحملوه. بل هنالك رواية عجيبة في مضمونها، قال قائل لأمير المؤمنين، أحدهم لم يذكر من القائل، قال: أرأيت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ترك، لو رسول الله ترك ولدا ذكرا قد بلغ الحلم وآنس منه الرشد، أكانت العرب تسلم إليه أمرها؟ سؤال. النبي ما كان عنده أولاد، لو كان عنده ولد وهذا الولد بالغ وعاقل ورشيد وحليم، فهل كانت العرب، من العرب؟ يعني قريش ذاك الزمان، يعني المنافقون الذين دخلوا الإسلام طمعا ولم يدخل الإسلام في قلوبهم، قل كانت تسلم له أمرها؟ فقال عليه السلام: لا، بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلت. يعني إن لم يستعمل التقية. أمير المؤمنين جلس في بيته 25 سنة استعمل التقية ولم
يحارب القوم ولا كان يقتل قتلا أو غيلة بأي شكل من الأشكال، ولكنه لما تركهم سكتوا عنه. فيقول كان يقتل لو لم يفعل ما فعلت. إن العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وآله وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيامه، يعني العشر سنوات بالمدينة ما تحملوا، شافوها طويلة، شنو هذا باقي بالحكم عشر سنين. حتى قذفت زوجته، اتهموا زوجته وهي ماريا أم ولدي إبراهيم، اتهمت بقضية الإفك، ونفرت بناقته، هذه يوم العقبة ألقوا من على الجبل، كانوا حوالي 14 واحد من المنافقين، وألقوا صخرة، النبي كان يعبر في مكان ضيق حتى تنفر الناقة ويسقط في الوادي ويموت، ولكن الله نجاه مع عظيم إحسانه إليها، وما أذاهم أصلا، كان يحسن لهم ويحسن معاملتهم. يقول مع كل ذلك أرادوا قتله، وجسيم مننه عندها، وأجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته. هذه متى صار؟ أجمعت مذ كان حيا. وين أجمعت العرب مذ كان النبي حي على أن تصرف هذا الأمر عنه؟ في قضية الصحيفة التي كتبوها بعد قضية الحجة الوداع، خمسة كتبوا صحيفة وأنطوها إلى أحدهم ووضعها في المسجد الحرام، دفنها هناك، وكان مكتوب فيها أنه لئن مات محمد بهاللفظ، مو رسول الله، لئن مات محمد لنزوين الأمر عن أهل بيته. وأعطيت إلى أبو عبيدة ابن الجراح، وكان هو أمينهم على هذه الصحيفة، والنبي ذكره بها وقال يا أبا عبيدة أصبحت أمين هذه الأمة. هم يروها بس يقول الأمة، أمين الأمة الإسلامية، لا، هو أمين الأمة المنافقة التي أرادت أن تقتل النبي وتصرف الأمر عن أهل بيته. هذه في حياة النبي كتبوها وتآمروا على ذلك، وأمير المؤمنين يشير إلى ذلك، يقول وأجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته، ولولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة لو ما أعطوا الحكم وحصلوا على المنصب باسم النبي وباسم الإسلام، وإلا كانوا ارتدوا كليا على الإسلام. أنا شافوا مصالحهم في الإسلام وما حصلوا حكم فتركوا الإسلام. ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمرة لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا. عجيب سلام الله عليه، إش قد حقائق بينها، ولكن الناس لا تتعظ بها ولا تهتم بها. سلام الله عليك يا أبا الحسن. هي ليلة شهادته ليلة 21. نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى ذكر المصيبة، مصيبة عظيمة في الواقع حلت بالبشرية، شهادة مولانا أمير المؤمنين. بقي بعد أن ضربه ابن ملجم في ليلة 19، بقي مريضا عليلا يسري السم في بدنه. ويروي محمد ابن الحنفية ولده ما جرى، قال لما كانت ليلة 21 جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم، ثم قال لهم الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل، وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وآيسنا من، ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب، فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله، ثم نادى أولادهم كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد، وجعل يودعهم وهم يبكون، فقال الحسن ما دعاك إلى هذا؟
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة، فقال لي: أدعو عليهم. فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: قد استجاب الله دعاك، سينقلك إلينا بعد ثلاث، وقد مضت الثلاث. يا أبا محمد أوصيك ويا أبا عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة عليه السلام وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة، يعني الحسن والحسين عليهما السلام. ثم قال: أحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه، ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني، فإذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة. جاء به جبرائيل إليه ثم ضعني على سريري، ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير، واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه، فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر، فحيث قام سريري فهو قبري. ثم تقدم يا أبا محمد الإمام الحسن عليه السلام وصلي علي وكبر علي سبعة، واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج من آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين، يقيم إعوجاج الحق. فإذا أنت صليت علي فنح السرير عن موضعه، ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبة، فاضجعني فيها. فإذا أردت الخروج من قبري فتفقدني، فإنك لا تجدني، وإني لاحق بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله. واعلم يا بني، ما من نبي يموت وإن كان مدفونا بالمشرق ويموت وصيه بالمغرب إلا ويجمع الله عز وجل بين روحيهما وجسديهما، ثم يفترقان فيرجع كل واحد منهما إلى موضع قبره وإلى موضعه الذي حط فيه، ثم أشرج اللحد باللبن وأهل التراب علي، ثم غيب قبري سلام الله عليه. ثم كتب وصيته وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم أن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن البغضة حالقة الدين، ولا قوة إلا بالله.
انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن: فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في صيام شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتد بهدى. الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على المنع عنهم. الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. الله الله في الفقراء والمساكين، فأشركوهم في معايشكم. الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال: أوصيكم بالضعيفين نساءكم وما ملكت أيمانكم. ثم قال: الصلاة الصلاة الصلاة، ولا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم. قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وعليكم بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، واستودعكم الله خير مستودع، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفي أنكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. ثم عرق جبين الإمام فجعل يمسح العرق بيده، فقالت ابنته زينب: يا أبا أراك تمسح جبينك؟ قال: يا بني، سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. فقامت عليه السلام وألقت بنفسها على صدر أبيها وقالت: يا أبا حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء فقد أحببت أن أسمعه من. فقال: يا بني، الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبنساء أهلك لسبايا بهذا البلد خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا صبرا. ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين عليهما السلام وقال: يا أبا محمد،
ويا أبا عبد الله كأني بكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتن من ها هنا وها هنا فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. ثم أغمي عليه وأفاق وقال هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله كلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنها إليك مشتاقون. ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال استودعكم الله جميعا حفظكم الله سددكم الله جميعا وهو خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. ثم قال وعليكم السلام يا رسل ربي لمثل هذا فليعمل العاملون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما زال يذكر الله ويتشهد الشهادتين ثم استقبل القبلة وغمض عينيه ومدد رجليه ويديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة ولقى ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من نادى وإماما وعليا وسيدا. لهفه لزينب تدعو وهي حاسرة قد غاب واسوء حالي في الثرى قمري. لهفي لشبلي كلا باكيا ولها من بعد جودك في الدنيا لمفتقري. يا نفس ذوبي حسن يا قلب ذب كمدا يا أرض موري عليه يا سمن فطري. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك بجلال وجهك الكريم وقرآنك العظيم وبمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وبعلي وصيك وحجتك على خلقك وإمام المؤمنين أن تؤجل فرج وليك صاحب العصر والزمان وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم املأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم اقض بمحمد وآل محمد حوائجنا واشف بهم مرضانا وارحم بهم موتانا واغفر بهم ذنوبنا وسدد بهم خطانا واحفظ بهم شبابنا وبناتنا من شر الشيطان وشر السلطان وطوارق الزمان. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لإحياء هذه المجالس في ذكرى أهل البيت فتقبل ذلك بأحسن قبولك واجعله ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم حاسبنا يوم القيامة حسابا يسيرا. اللهم ابدل في يوم القيامة سيئاتنا حسنات. اللهم ارزقنا أن نشرب من يد أمير المؤمنين كأسا راويا لا نظمأ بعده أبدا. اللهم ارزقنا أن نعبر على الصراط كالبرق الخاطف. اللهم ارزقنا أن نكون في الجنة في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى روح موت الحاضرين وشيعة أمير المؤمنين ومن مات على الإيمان خصوصا الأرحام والأقارب والعلماء والشهداء رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل.